فير بلاي. سيدة المستمعين، أهلا وسهلا بكم في موعد جديد من حصتكم الجديدة في البلاي، تابعوها كل يوم من 4 حتى 5 متاع العشية. معكم سليم ميدو في الإعداد والتقديم، علي باشا في الإخراج، آدم من موقع إكسبريس يأمن لكم اللايف ستريمينج اللي تلقاوها دوت سويت على الباج متاعنا إكسبريس أفام، وكيف كيف إكسبريس أفام سبورا. كالعادة في البلاي عدد المواضيع نحكيو فيها في حصتنا اليوم، أكيد المباراة مربوطة بالأكتواليتي. نتابعو شنو صار في الاجتماع بين مسؤولين من صفاقس رئيس النادي منصف خماخم، ايضا والي صفاقس رئيس بلدية صفاقس، وكذلك عصام مرداسي المسؤول على الشباب والرياضة بلدية صفاقس باش يكون معنا بالتليفون بعد شوية. ايضا تسمعوا تصريح خاص لوزير الشباب والرياضة احمد قعلول خاص في فبلاي، ثم باش نحكيو على المواضيع الاخرى، تفر مواضيع منها اللي هم ايضا السي اس اس، نحكيو على السي اس اس. باش يكون معنا بالتليفون محمود الوداني وكيل اعمال الثنائي النيجيري للسي اس اس كينغسلي ايدو، كذلك كينغسلي سوكري يحكي على مستقبل الزوز اللاعبيه نتاعو مع النادي، خصوصا بعد المشاكل اللي خرجت في الاونه الاخيره متعلقه اكيد بالجوانب الماليه. لاعبي تفضلت مشكلته وملاعبي لا، اكيد تفاصيل بعد شويه تلقاهم مع محمود الوداني. ثم نحكيو في الساعه الثانيه نتاعنا على القضيه اللي طلعت اليوم للاعب الليبي الاتحاد المونستيري مهدي الكوت اللي حكى وتصريحات خطيره جدا للمدرب على المدرب الاسعد الشاب، بتسبب في فسخ عقده واتهامات حتى بالعنصريه. تحكينا اكثر تفاصيل بعد شويه مهدي الكوت باش يكون معنا بالتليفون، ونكملوا الحصه نتاعنا باللاعب السابق عبد السلام بوحوش اللي عمل بدله متميزه جدا في منطقته في جبل الاحمر، تقريبا اخذ مجموعه من الصغيرات من الاطفال وقعد يريني فيهم تقريبا بصفه مجانيه وبصفه تطوعيه. عبد السلام بوحوش بعد شويه يحكي لنا اكثر على البدله نتاعو كالعاده، لكن نبدا الحصه نتاعنا بالموضوع الاول اللي حكينا فيه اللي متعلق بلديه صفاقس، ملعب الطيب المهيري توسعته، وكذلك المدينه الرياضيه في صفاقس. شنو قال احمد قعلول وزير الشؤون الشباب والرياضه بعد الاجتماع اليوم؟ نسمعوا شنو قال. الوزارة متبنية المشروع هذا لمدة اليوم تبناته بشكل رسمي، نحكي على توسيعة ملعب طيب المهيري. إذن من حيث المبدأ السيد الوالي والسيد رئيس الجمعية والسيد رئيس البلدية الوفد اللي جاء ولا حتى السادة النواب اللي زارونا واللي مازالوا باش يزورونا من جهة صفاقس ومرحب بهم، نحن متبنين هذا المشروع بشكل رسمي من أجل أن تنطلق مرحلة الدراسات. اللي قاعدين نناقشوا فيه الحقيقه مش هذا، قاعدين نناقشوا فيه هي شنية الاليات القانونيه اللي يمكن نعتمدوها من اجل تنفيذ عمليه التوسعه هذه في اسرع وقت ممكن. فما الاليات التقليديه العاديه اللي تدخل في اليات التصرف في المال العمومي والصفقات واللي هي ربما تاخذ وقت، وفي المشاريع الاخرى ربما تتعطل وميزانيه تكبر، ولكن نحن كوزاره الشباب والرياضه كتوانسة راهو نعتبره أنه الوضع البنية التحتية الرياضية يحتاج أن نلقاو حلول سريعة باش الملاعب متاعنا مش فقط تستقبل بطولاتنا الوطنية، ربما تستقبل حتى نحبه نحن نستقبل بطولات قارية ودولية. فإذا قاعدين نناقشوا في شنية الآليات اللي تمكننا من تنفيذ المشروع هذا، مش مشروع صفاقس برك، عندنا المنزه وعندنا رادس وعندنا بنزر بشكل أسرع. عندنا موعد في آخر الشهر مرة أخرى مع السادة السيد الوالي والجمعية والبلدية باش ناخذوا معناها الدراسة الأولية اللي منها هي ننطلقوا في تنفيذ المشروع. بخصوص المدينة الرياضية في صفاقس، المدينة هذه نحن الآن ثم ممول جهة دولة ممولة اللي هي الصين، واللي هي الآن مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أعدت الدراسة الأولية، دراسة الجدوى الأولية لتنفيذ المشروع. الميزانية مرصودة ولكنه المطلوب هو دراسة جدوى صح القول للمشروع هذايا، باش لما ننفذ مدينة رياضية في صفاقس نكون ضامنين أن المدينة هذية تتبنى وتشتغل وما تسكنش فيها العصافر كما يقولوها، بل تكون هي مشاعة للمنطقة الكل، فما إمكانية لصيانتها. فالدراسة الأولية هذه الآن جهزت، مرحلة كوفيد للأسف عطلت المسار هذا، والجانب الصيني سيعود ونجلس معه قريبا، وعندنا اجتماع قريب مع السيد أو وزارة السيد وزير الاستثمار التعاون الدولي أو من يمثله في وزارته باش نقدموا في الملف هذا. هذا بخصوص طيب المهيري، معناها شو ما الكومبوزات نتاعو ولا غير ذلك. بالطبع نحن مطلوب منا
الوزارة عندها معاييرها أكيد، ولكن كذلك نحن نريد أن نستجيب لحاجيات الجمعية، ولكن مش الجمعية برك، لحاجيات البلدية متاع صفاقس. نحن قلنا أنه كتصور نحن كوزارة ماذا بينا كل جمعية من جمعياتنا في تونس يكون عندها الكومبلكس متاعها، وهذا هو نحن فين نحب نمشي، وهذا يكون في إطار كذلك تعاون مع السلطات المحلية. دونك كان هذا وزير الشباب والرياضة أحمد قعلوم، باش ناخذ مزيد من التفاصيل على الموضوع هذا معنا في المباشر اللاعب السابق للسي اس اس والرئيس المسؤول على الشباب والرياضة في بلدية صفاقس عصام المرداسي. أهلا بك عصام. مرحبا، أهلا وسهلا مسلم، مرحبا بالسادة المستمعين الكل، أهلا بكم. والله الواحد معاش لاقي ما يحكي والله. إش بيك خويا لاباس؟ والله الثلاثي نارم يا أخويا مسلم، ما نعرفش ما عنده الواحد باللي ماله رزموه باللي يجري ويجري وباللي يحب يحسن ويعمل، إلسان كونه ديما مقصر معناتها، إلسان كونه يعمل في حاجة غير مقبولة ولا باهي. عصام دخلت في صلب الموضوع طول، أنت شفتك هبط الستاتيو باش نسألك عليها شوية آخر أنا، لكن أنت نبداو من الأول، شنو صار في الاجتماع اليوم الساعة عصام بعد تو نجيك الستاتيو اللي هبطته قبيلة شوية على الفيسبوك أنت؟ شوف بالنسبة للاجتماع هو خلاصة اجتماعات سابقة، معناتها احنا وصلنا للهدف اللي رسمناه منذ أوت 2019. كانت لنا أول زيارة للسيد الوزير الحالي اللي كان كاتب دولة للشباب والرياضة، وقدمنا له المشروع بتاع التوسع. جاتنا الفكرة بعد الحمد لله ومبروك مرة أخرى للجماهير النجم الرياضي الساحلي وفريق النجم الرياضي الساحلي التوسع بتاع الملعب بتاعهم. جاتنا فكرة حتى احنا قلنا أون أتوندون ديما المشروع الكبير بتاع المدينة الرياضية اللي هو حلم كل الشخصية واللي بتاع برشا، وأنا متأكد كونه مازال يبتع. قلنا بوركوا با نمشيو نحن زادة بمشروع بتاع توسع ملعب طيب المهيري، يرفع اكثر جماهير النادي ويكون في قيمه الجماهير هذه وفي عراقه فريق كنادي رياضي شخصي، لانه بلاد او مدينه كفاقس فيها من اقوى الفرق العربيه والافريقيه حتى من حيث البالمارس بتاعه. مالو رزمو يلعب في ملعب صغير لا يسع الا 7000 متفرج، نحكي على 7000 لانه الملعب هو في حدود 11000، لكن في المباريات امنيا هو مولوجي الا 7000، وهذا عيب أي في حق جمعية كبيرة عادة ما تمثل تونس أحسن تمثيل. صحيح. عاد قلت الاجتماع هذا الحمد لله وصلنا أنه الوزارة أخيرا تبنيت المشروع هذا، وإن شاء الله اتفقنا أنه منذ الشهر القادم مش تبدأ الدراسات اللازمة للمشروع هذا، وأنا أتوقع إن شاء الله في ميزانية الدولة في 2021 تم رصد الميزانية اللازمة للمشروع هذا. احنا عطينا الاستيماسيون ديسي فان دي موا ان شاء الله اتفقنا مع سيد الوزير في جلسه جديده انه نجيبوا كيفاش يقولوها معناتها كل ما يلزم المشروع هذايا باش نقربوا الفكره بتاعنا كبلدي، لانه ملعب بلدي ومشروع بلدي، لكن في نفس الوقت النادي الرياضي الشاقسي هو اللي استغل في الملعب هذا بنسبه بريس 95%. قلنا بوركوا با يكون معنا طرف اولا باش يقوي الدوسي، ثانيا يعطينا اذا كان عنده اقتراحات، وبارك الله فيه رئيس النادي جاب بعض المقترحات بتاعه المهمة باش نحاولوا نخرجوا مزوز أفكار بمشروع واحد، لأنه احنا جايين نضربوا على مشروع واحد يخص جهة صفاقس، هذا لا يلغي مشروع المدينة الرياضية. وسيد الوزير قال وسيد الوالي والناس الكل، لأنه برشا ناس متخوفة من مشروع المدينة الرياضية، راهو المشروع بتاع المدينة الرياضية ما هوش مشروع جهوي ولا مشروع بلدي. أنا اليوم وكإلا كرئيس بلدية مسؤولين بلديين تمنا بلدية صفاقس بصفة أولى، دونك لازم نقدموا لسكان بلدية صفاقس اللي نجموا بصفة الملعب البلدي هو يمثلنا كبلدية صفاقس، قاعدين نضربوا على الملعب اللي بتطيب بغيري. المشروع بتاع المدينة الرياضية لازم الناس الكل اللي كانوا شايفين قبل 20 سنة من اللي تم برمجة الملعب هذا والمسؤولين الحاليين ما يخلوناش نستناو 20 سنة واحدة أخرين، وقلنا له حتى سيد الوزير حتى أنت معني بالمشروع هذا، أي تونسي اليوم معني بمشروع المدينة الرياضية، لأنه عيب تونس اليوم تعرف أخي مؤخرا لجنة جاتنا من الاتحاد الأفريقي مع أن حتى ملعب أمولوجي مش المنتخب بتاعنا يلعب في مباريات. عطيتهم حتى بعض الأمثلة على الصعيد الأفريقي في الخليج في مصر، وعملت برشا زيارات ولعبت في برشا ملاعب، نعرف شنو هما الملاعب ونعرف شنو هي الإنفراستركتور في المغرب في مصر في قطر في تونس أكومبارابل شيء. دونك من مصلحتنا الناس الكل انه نعملوا اقطاب رياضيه، يبدا المدينه الرياضيه في الشرق يتمثل كل الجنوب ان شاء الله بروشينمون، نعملوا عليه لا كرادف
هذا الكل راه ينفع، ينفع تونس، ينفع الرياضيين في تونس، لانه مدينه رياضيه ماهيش كره قدم، هي فيها صاله متعدده الاختصاصات، فيها مسبح اولمبي اليوم فاقد، فيها مسبح بلدي فقط، فاقد كامله، فيها مسبح بلدي جدي بيان فاقد كامله، مش بلديه تفاقد، وهذا غايب، هذا اقل حاجه نجموا الناس الكل نعملوها بالشخصيه، لكن ما لوزمون كيما قلت لك باللي الزعم اللي تحس بروحك تعب وتمشي معناتها تدور في حلقه مفرغه. علاش عصام تقول الكلام هذا؟ باهي انت دخلت في الموضوع هذا، خلينا نقول لك الناس نحكي للعباد شنو هبطت انت قبل شويه ستاتيو في الفيسبوك نتاعك، قلت الحمد لله وفقط قناعه اصبحت راسخه فيا، رغم اللي تعمل وتضرب وتدز ما يعجب حد ويدزوك تقول والله ندمت على اللي عملت، ربي معاك يا صفاق اسم صفاق سي. هذه حكيت انا حاسه تو، لانه من حتى كي كنت ملاعب قبل نحن جمهورنا صعيب معناتها يحسك، احنا اغلب الملاعبيه اليوم الشخصيه معناتها طريقه الخروج بتاعهم تحسها ما هيش باهيه، معناتها ما يقدروش اللي عملوه الكل. هو في تونس الكل ده اللي هذه لانجراتيتيود موجوده. كيفاش قلت لي خويا؟ قلت لك في تونس الكل ده الحاجه هذه موجوده. خاصه انا عادي عادي ما نقول، معناتها خاصه في سياق بصفه خاصه. احنا ما نرزموه حتى اليوم كمسؤول باللي وفهمت عليه كان سياق ما ينجمش يصير فيها حتى شيء. لانه الشخصية في بعضها ما مش متفقين. الشخصية كل واحد تلقى نفس المشروع اربع خمسة من الناس كل واحد عنده تصور بتاعه وكل واحد عنده يغزر له من منظار معين. فهمنا يا عصام بس وضوح شنو صار على المستوى المركزي. شو يقول لك انت؟ يقول لك انتم في بعضكم ما كنتش متفاهمين. برا تفهموا بعد جا نحكيو. عصام. لانه يقول لك برا تفهموا معروف ما كنتش متفاهموا. عصام فهمنا بس وضوح عصام. شنو اللي صار فيها الارض الثانيه؟ شنو اللي صار فيها مشروع طيب لمهيري؟ اليوم جمهورنا مازال منقسم، ناس يقول لك نحب توسع، ناس يقول لك نحب ملعب جديد، ناس يقول لك لا ما نحب حتى شيء نستناو المدينه الرياضيه. يا خويا انا ما نجمش نستنى، انا تعودت في حياتي كي نحب حاجه راني نوصل لها نعملها حتى كي تبدا بالترضي الا 10% من الناس. عصام تسمع فيا ولا؟ الحمد لله وين ما نحب نوصل لحاجه نوصل لها. لكن ما تنجمش ترضي الناس الكل، انك ما ترضيش الناس الكل مش معناتها انك ما قاعد تعمل والا شنو عملت. لا قاعدين الحمد لله نعملوا في حاجه بسيطه ما عملوهاش ما نعرفش لا قبل الثوره ولا بعد الثوره. باهي عصام تسمع فيا قاعد ولا يا خويا؟ نسمع فيك. باهي فهمنا ما فهمناش تحكي شويه بالغاز، فهمنا بالضبط شنو صار معناها اليوم. لا ما صارش. علاش تقول في الكلام هذا معناها؟ خلاص فرحان كما قلت لك. يا علاش تقول في الكلام هذا؟ شوف اللي في بليك اسيون، شوف لي انا فرق من الجمهور قلت لك. معناتها اللي فاز جماهير النادي الرياضي الشخصي والشخصية حتى الكل، حتى مش من اللي فاز الرياضيين، معناتها نشوف دي بيبليكاسيون محبطين يحبطوك، قلت لك يرجعوك نادم انك عملت حاجة، معناتها لا يزي قبل ما تكلموش الناس هذوما الكل، لا يزي 20 سنة يستناو مازال يقول لك نزيد نستنى، ولا يزي كي تعمل أنت حاجة بوزيتيف لجهتك ولجمعيتك، تحس كونه الناس كيف كيف لا مش عاجبها كان ما عملت خير، تجي نابورت كوا، معناتها ما فهمتش. هذاك علاش معناتها بلادنا على الكل من جميع النواحي ما تقوم لي صايبه بالنسبه لي انا، فما ناس باللي تخدم وباللي تعمل ما يعجبكش ما زيد ما تش ركب له فيه ما لا لا ما ركزوش مع الحكايات هذه عصام. على كل مفيد عصام توا في جمهور السياسي وقتاش يستنى ان شاء الله توسيعه الملعب ان شاء الله ومدينه رياضيه وقتاش في اقصى حد باش يكون ان شاء الله. شوف بالنسبه لمشروع المدينه الرياضيه هو في السكه حسب ما قال سيد الوزير، هو في السكه الحق، وانا في السياسه جاونا مرتين معناتها بعض الصينيين يعملوا في دراسه جدوى وقاعدين يحضروا في البروجي، دونك بالنسبه لمشروع المدينه الرياضيه هو في السكه بتاعه قداش الوقت؟ انا اللي متاكد منه على خير مانيش عندي رايه كبيره، حب له برشا وقت مازال تحب له برشا وقت لانه الامكانيات الماديه المرصوده للمشروع هذا معناتها امكانيات مهوله ومهوله جدا ما تصورش الدوله التونسيه تنجم توفرهم. هذه النقطه الاولى. بالنسبه لمشروع عبد الطيب المهيري احنا ما خرجنا الا ما خدينا دات اكزاكت انه قال سيد الوزير سمعته تو في التصريح انه من هوني نحن على المستوى الجهوي من هوني لاخر شهر نحضروا لدوسي كومبلي اللي فيه اللوفي توبو فيه كل الدراسات الاوليه وال معناتها كيفاش نراو نحن المشروع شنو الحاجات الاضافات اللي نحبوا نضيفوهم، وثم عند زيارتنا في اخر الشهر يتم ديريكت رفض الاعتمادات للدراسات. واضح يرفض الاعتمادات للدراسات من هوني فان داني، وتعرف انت البروتوكول والاعمال البيوروقراطيه بتاعنا معناتها تاخذ برشا وقت انك تعمل دراسات بعد توفى للدراسات لازمك تعمل طلب عروض، هذا الكل ما لازموش اقل من عام على خير. نعرف انا في بعض المشاريع اللي عندنا في الشيخ
ياخذوا برشا وقت ما لازمكش اقل من عام ثم ديريكتوما باش كيف يخرج تنبن عروض في الاشغال هذا سي ماتشو حسب ما حكينا معناتها دي سي فان 2021 دي بي 22 دي بي 2022 يبداو الاشغال ان شاء الله. انا شخصيا اللي يهمني انه المشروع خلاص معناتها ولا على ذمه الدوله وتم تبنيه من الدوله التونسيه اترافير وزاره الشباب والرياضه. اليوم نصبروا وبعد نعملوا حاجه باهيه كثير من اللي احنا صابرين وما احنا عاملين حتى. ان شاء الله على كل معاشيه بتواصل. شكرا لك عصام مرديسي على كل هذه التفاصيل اللي تنبيها بخصوص الاجتماع اليوم في الوزاره مع وزير شؤون الشباب والرياضه بخصوص توسيعه ملعب الطيب المهيد وايضا انشاء المدينه الرياضيه في صفاقس. على كل موزيكا ثم مواصلين في فير بلاي حتى ال 15.